تلاميذ السنة الرابعة المتوسط، السلام عليكم. دائما التمرين هذا مأخوذ من اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات. عنده مدة 10 دقائق، تحبسوا الفيديو وتحاولوا تحلوه. نقرأ التمرين. احسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 468 و637، ثم اختزل الكسر 637 على 468. سؤال ثاني، بسط كلا من E و F حيث E تساوي جذر 637 زائد 3 جذر 468 ناقص 8 جذر 117. F تساوي 3 جذر 2 زائد 4 ضرب 3 جذر 2 ناقص 4. ثالثا، اجعل مقام النسبة جذر 13 زائد 2 على جذر 13 عددا ناطقا. نبدأ بالجواب على السؤال الأول اللي هو حساب القاسم المشترك للعددين أربعمائة وثمانية وستون وستمائة وسبعة وثلاثون. طريقة إيجاد القاسم المشترك، نأخذ العدد الكبير 637 يساوي، ثم العدد اللي بعده 468، نقسمه نلاحظ أنه يساوي 1 ويبقى لنا 169. معناها 637 تساوي 1 ضرب 468 زائد 669 هو الباقي. نضع تساوي هذا العدد، نضعه هنا 468 تساوي هذا، نضعه هنا 169. لما نقسم نجد 2 والباقي 130. نواصل دائما، هذا يرجع هنا 169 تساوي هذا هنايا 130 ضرب 1 والباقي 39 يساوي، نلاحظ نفس الطريقة 130 تساوي 39 ضرب 3 والباقي 13. نواصل نتأكد الطريقة صحيحة تساوي 39. نفس الشيء آخر يرجع هنا 13 مضروبة في 3 والباقي 0. نتوقف عندما نصل إلى الباقي يساوي 0، والقاسم المشترك الأكبر هو 13. نكتب BGCD العددين 637 468 يساوي 13. نقطع دائما النتيجة. مطلوب أيضا هو اختزال الكسر. اختزال الكسر 637 على 468. بما أن وجدنا القاسم المشترك الأكبر بينهما هو 13، إذن كلاهما يقبل قسمة على 13. نكتب 637 قسمة 13، 468 قسمة 13 وتساوي 49 على 36. وهكذا نكون قد اختزلنا الكسر. معنى 637 على 468 تساوي 49 على 36. نعطي النتيجة. هنا واش معناها؟ معناها 637 تساوي 13 ضرب 49. هنا 468 تساوي 13 ضرب 36. السؤال الثاني، تبسيط كلا من E و F. تبسيط E و F، لدينا E تساوي جذر 637 زائد 3 جذر 468 ناقص 8 جذر 117. 637 هي اللي وجدنا لها القاسم المشترك مع 468 تساوي 13 ضرب 49 أو 49 ضرب 13 زائد 3 جذر
468 وجدناها تساوي 13 ضرب 36 أو العكس 36 ضرب 13 ناقص 8 جذر 117. 49 هي 67 ضرب 13 زائد 3 جذر 36 هي 66 ضرب 13 ناقص 8. لاحظ هنا سوف يبقى لنا 13 13. دائما احتمال ال 117 تقبل قسمها 13 وهو اكيد بما انها تساوي قسمة 117 13 تساوي 9 ضرب 13. اذا تساوي 67 تخرج تساوي 7 جذر 13 زائد 6 تخرج تولي 3 ضرب 6 جذر 13 ناقص 8 جذر 63 في 13. 7 جذر 13 زائد 18 جذر 13 ناقص 8 3 تخرج في 3 جذر 13. نواصل تساوي نتابع E تساوي 7 جذر 13 زائد 18 جذر 13 ناقص 8 ضرب 3 هي 24 جذر 13. وتساوي 13 نخرجها عامل مشترك يبقى لنا 7 زائد 18 ناقص 24 ضرب جذر 13. 7 زائد 18 25 ناقص 24 جذر 13 وتساوي 1 جذر 13 وتساوي جذر 13. تحصلنا على هذا تساوي جذر 13. نبسط الآن عبارة F. ماذا تساوي F؟ 3 جذر 2 زائد 4 مضروبة في 3 جذر 2 ناقص 4. عبارة عن متطابقات شهيرة. لدينا ملاحظة وهنا 3 متطابقات شهيرة أن A زائد B يكون أس 2 تساوي A أس 2 زائد B أس 2 زائد 2 في A في B. A ناقص B الكل أس 2 تساوي A أس 2 زائد B أس 2 ناقص 2 في A في B 2 في A في B. هذه نفسها تساوي A زائد B ضرب A زائد B. هذه نفسها تساوي A ناقص B ضرب A ناقص B. لدينا A ناقص زائد B ضرب A ناقص B تساوي A أس 2 ناقص ب أس 2. نلاحظ أن هذه الكتابة توافق بداءة الشهيرة الثالثة هي هذه عبارة عن A وهذه B. إذن هي من الشكل A زائد B مضروبة في A ناقص B وتساوي A أس 2 ناقص B أس 2 تساوي A أس 2 3 جذر 2 كل أس 2 ناقص ب أس 2 اللي هي 4 كل أس 2 وتساوي 3 أس 2 في جذر 2 كل أس 2 ناقص 4 أس 2 تساوي 9 في 2 ناقص 16 تساوي 18 ناقص 16 وتساوي 2. بسطنا F تحصلنا على 2 ونؤطر النتيجة. سؤال ثالث اجعل مقام النسبة وهذه ملاحظات. ثالثا اجعل مقام النسبة جذر 13 على 2 زائد 2 على جذر 13 عددا ناطقا. جذر 13 زائد 2 على جذر 13 اجعل مقام النسبة عددا ناطقا. هذا هو المقام. نرجع نضربه في
جد 13 ونقسمه على جد 13. في جد 13 زائد 2 تثمر جد 13 ضرب جد 13 وتساوي جد 13 في جد 13 زائد جد 13 ضرب 2 على جد 13 في جد 13 تساوي 13 وتساوي نفس الشيء هنا 13 زائد 2 جد 13 على 13. إذا جد 13 زائد 2 على جد 13 أصبح 13 على، وكذا أصبح مقامه عددا ناطقا. هكذا نكون قد انتهينا من حل التمرين. إن ننصحكم تعودوا تحلوه مرة أخرى، وأي ملاحظات أو اقتراحات اتركوها لي في التعليق. السلام عليكم ورحمة الله.